كما قال إدريس جماع شاعر سوداني، قال إن حظي كدقيق في يوم ريح نثروه، ثم قالوا لحفاة بأرض شوك اجمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هذه مستحيلات في مستحيلات، دقيق وينثر في إيش؟ في يوم ريح، ثم يقال لحفاة بأرض شوك اجمعوه، كيف تجيبها هذه؟ ها؟ c'est impossible زي ما بيقول الفرنسيس، it's impossible، صعبة وين تجيبها هذه؟ ثم ختم لأنه عايش كان هو في طلاس بعض وفوق بعض، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هو لم يعرف طريق للسعادة، لكن إحنا طريق السعادة عندنا معروف، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركتكم على البيضاء يعني الناصعة البياض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الكتاب والسنة، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، القرآن والسنة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة، وما يذكر إلا أولو الألباب.